السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش البلان ديال لي كوموند في التيرمينال، يعني كيفاش نديرو نشوفو الريبيرتوار ديالنا، كيفاش نديرو نكريو دي ريبيرتوار، نقدرو نعرفو راسنا فين كاينين اين الدوسي بالضبط، شنو كاين في الدوسي، نمسحو دوسي. المهم بزاف ديال لي كوموند، هادشي غادي نشوفوه في التيرمينال نتاع اوبونتو اللي كنا درناه في الفيديو اللي قبل، كنا درنا لانستالاسيون ديالو وكلشي. المهم بالنسبه للي فيشي وداكشي نقدروا نعرفوا اول حاجه. المهم قبل ما نبداو غادي نشوفوا هذا الشهاده اللي كيعطينا التيرمينال هنا. التيرمينال كيجي كيكتب لك هنايا وليد اروباس وليد فيرتشوال ماشين، هنايا داير لك هاد الكامه هنايا، هذه كتعني لاغاسين، هذا هو السميه ديال الهوست ديالك اللي كنا كريناه قبيله زعما في ذاك الفيديو اللي قبل. درنا وليد فيرتشوال ماشين، خلينا نسميو وليد فيرتشوال ماشين كما خليتها هي هذه. المهم باش تقدر تعرف راسك فين كاين، PWD كتخليك تعرف كتعرف لاغبوياسونس اللي راك فيها انت دابا، يعني دابا انايا فين كاين، كاين في هوم وليد، كي غادي ندير نعرف راسي هنايا في الانترفاس جرافيك، غادي نمشي لي فيشي نورمال هوم بيرو، ماشي بيرو نورمالمون صبر، هوم غادي نمشيو ندخلو لها سيدي حنايا اوتر امبلاسمون اوبونتو، ها هي هوم، هي هادي هوم وليد، فوالا دونك راني هنايا. ثاني حاجه دابا اللي دخلنا لذاك هوم وليد بانوا لنا هاد لي دوسي، هاد لي دوسي حنا ما بغيناش نشوفوهم في الانترفاس جرافيك، مي بغينا نشوفوهم في تيرمينال. كان واحد الكوموند سميتها ال اس، هي ليست، اختصار ديال ليست. ليست ملي غادي دير هادي دير ال اس يطلعوا لك هنايا لي دوسي اللي عندك في وسط، فين كاين انت دابا، يعني في هاد البلاصه هاد اللي هي وليد، يعني هي دخلنا لها عدا، يعني لما نجبدوا الانترفاس جرافيك ديالنا فوال عندنا بيرو دوكيمون ايماج، ها هي بيرو دوكيمون ايماج موديل ميوزيك. المهم حنايا بغينا مثلا ندخلوا لشي دوسي من هاد لي دوسي هاد، شنو غادي نديرو، هي سي دي وسميت الدوسي نورمال بيرو، مثلا بيرو كتكتب غير بي او غير جوج حروفات الاولى طاب كيطلع لك السميه الراس. فوالا دابا راني في بيرو، غادي نشوفو شنو عندنا في بيرو، مثلا ال اس بيرو راه عندنا خاوي، غادي نبغيو نخرجو من بيرو. باش غادي نبغيو نخرجو عندنا واحد لا كوموند اللي هي نفسها باش كتدخل سي دي، ولكن كتزيد لها دو بوان، هذا كيرجع هاد سي دي دو بوان كترجع لك بالدوسي لبرا. دونك دابا غادي ندير ال اس، فوالا راني رجعت فين كنت، يعني كنت هنا. غادي نمشيو نكريو، المهم حنا غادي نديرو واحد الريبيرتوار غادي نتفقوا عليه وغادي ندخلو له، غادي ندخلو لدوكيمون، غادي نمسحو هاد الجوج هادو مثلا، هاد الدوكيمون راه عندنا خاوي، غادي ندخلو لدوكيمون غادي نحاولو نكريو فيه ونمسحو بزاف د الحوايج. المهم لي زاكسيون غادي ديرو في التيرمينال غادي يكونو في دوكيمون. غادي نشوفو راسنا فين رحنا بعدا، PWD رحنا في وليد، غادي نتقون بلاصاو فين قلنا غادي نمشيو، غادي نمشيو اسيدي رحنا فين رحنا، رحنا في وليد هوم وليد، حنا في دوكيمون غادي ندخلو دوكيمون سير، غادي نديرو ال اس فوالا دوكيمون سي دي دوكيمنت، فوالا هي هادي دوكيمنت ال اس، نورمالمون راها خاوية ما يطلع لي والو، ملي كتكون خاوية راه كيعاود يرد ليك الميساج كيما هو، دونك راه كيقول لك خاوية، ملي كتكون عامرة راه كيطلع لك دي ميساج لتحت كيقول لك فوالا شنو كاين. المهم غادي نحاولو نكرييو، باش تكريي واحد الريبيرتوار اللي هو دوسي زعما كنديرو ام كادير، يعني هي ميك دايركتوري، يعني ام كادير فوالا، ام كادير غادي نديرو مثلا حنايا تي بي ان فوالا، غادي ندير ال اس ليست فوالا، قال لي راه عندك في هاد الدوكيمون هادي كاين واحد الدوسي سميتو تي بي واحد، وهداك الشيء اللي درت انايا، درت ام كادير تي بي واحد فوالا، ها هو رد لي ميساج ملي درت ليه ال اس، يعني ليست لي هداك الشيء اللي كاين في وسط الدوكيمون، قال لي السي محمد راك درتي لي انا تي بي واحد فوالا. غادي نشوفو مثلا غير ال اس راه عندها بزاف ديال اللعيبات، راه امبوسيبل تقدر تحفظهم كاملين، راه داكشي علاش هما نيت صحاب هاد لي فيرسيون ديال لينكس كاملين، حيتاش هي راه فيرسيون اوبن سورس، يعني ماشي بحال ويندوز. حاطين لك هنايا واحد الحاجه سميتها المانيوال، مثلا غادي دير مان ال اس، مان ال اس كيطلع لك هنايا المانيوال ديال ال اس اللي هو هذا كامل، راه كبير بزاف، راه فيه بزاف ديال لي كوموند اللي تقدر تخدم بهم، اللي تقدر دير بهم اي حاجه. حنا غادي نطرقوا لشي حاجه اللي هي معتاده وكيخدموا بها بزاف، مي الا كنتي نيسيسير لي زانفورماسيون اللي هما بزاف غادي تدخل المانيوال ديالهم. هنا كيقول لي كيو باش نكيدي فوالا،
يعني اي كوموند غادي نقراوها من القدام ولا غادي نشوفوها ولا شفتيها فشي بلاصه ولا بغيتي تشوف اكثر مان سميت لا كوموند مان مثلا غادي نديرو مان ام كاتيغ اللي درناها عاد دابا ام كا دير فوالا كيطلع ليا المانيو ديال ام كاتيغ هانت كلشي كما هو عادي بالنسبه كي غادي يسول هنايا علاش انايا ندير التيرمينال بالفرونسي غير ملي تكونوا كتانستاليو انت اختار اللانجويج ما تبقاش تكليكي غير سويفون 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 ولكن سوي لوجيك في دوك لي زانفورماسيون اللي كيطلعوا لك راه ما كيطلعوا لكش غير هكاك يعني ملي يطلع لك راه اونغلي راه يطلع لك داكشي اونغلي طاط لك بالجابوني يطلع لك بالجابوني المهم انت خصك تكون اتونسيون و تانستالي داكشي كيما بغيتي نتايا و باش تخدم مرتاح من بعد وما تضربش الشماره سينو تانستاليو غادي تجي لهنايا سيتينغ غادي تمشي للسيتينغ بارامتر غادي تمشي تقلب هنايا على الكلافي الكلافي ديال كل لانجويج هاهي بحال مثلا هنايا انا داير فرونسي حيت اش كنفضلها فرونسي ماروك انت تقدر تبدلها وداكشي المهم لحد الان كنا درنا ال اس اللي هي شنو كدير ليا كدير ليا ليست فوالا ليستي ليستي لي زيليمون دان فيشي دان فيشي ماشي فيشي باردون دان دوسي فوالا ليستي يعني كتجبد ليك مثلا نتايا عندك واحد الدوسي سميتو اخويا جلال داك الدوسي فيه جلال فيه مثلا ثلاثة دوسيات تما مثلا مكتوبة يناير فبراير مارس راه غادي يطلع لك تما غادي دير اليس يعني كي ليستي ليا كيجيب لك داكشي سو فورم د ليست كيحطو لك تما كيما شفنا هنايا قبل فوالا درنا اليس جاب لي داكشي في ليست هاهي عندك بيرو دوكيمون ايماج موديل ميوزيك و نتا غادي داكشي اللي كان راه غادي يجيبو لك شفنا لا كوموند سي دي يعني هي كتدخل لينا الدوسي مثلا سي دي كنا درنا دوكيمون مثلا انايا غادي نعرف دابا راسي فين كاين بي دبليو في دي فوالا كاين انا في والي هوم والي دوكيمون فوالا هادي دابا عرفت لاغاسين راني في راني انا اليس غادي ليستي داكشي اللي عندي فوالا غادي يطلع ليا تي بي واحد بغيت ندخل تي بي واحد سي دي تكتب سميتو تي بي تكي غي طاب غادي يطلع لك باش المرة ما كتبغيش تجي تستناها ما جيتش في نورمالمون هاي فوالا راني دابا في تي بي واحد هاي تكتب اش انا صافي تي بي واحد راه خاوي خلاص بغيت نخرج سي دي دو بوان غير هي بقا دير لي زيسباس ملي دير سي دي وتبغي دوز البارامتر ضروري اسباس ما ديرش سي دي دو بوان بحال هكا ما غاديش يعرف سي دي اسباس دو بوان فوالا دابا راني ديجا خارج راني في طوكيو غادي نشوفو كيفاش بغينا نمسحو واحد الفيشي مثلا حنايا عندنا داك تي بي غادي نديرو ال اس عاوتاني فوالا دوكيمون راه فيها فيشي سميتو تي بي واحد هاد تي بي واحد راه ما بقيتوش باغي يبقى شنو غادي دير ار ام دير ار ام دير يا ربي ار ام دير غادي دير سميت الدوسي انا يعني سميتو تي بي واحد فوالا غادي تعاود دير ال اس فوالا ما كاين حتى شي حاجه ار ام دير هي ريموف دايركتوري كتخليك تمسح لي دوسي غادي نمشيو نشوفو دابا لي فيشي ديالنا ها هو دوكيمون ها هو خاوي علاش خاوي حيتاش ديجا كنا هنايا درنا ليه ار ام دير يعني ريموف دايركتوري غادي نحاول نقسم التيرمينال مع لي فيشي باش يحاول يبان داكشي هنايا غادي نحاولو من الاول غادي نديرو غادي نكريو دايركتوري غادي نديرو ام كا دير غادي نسميه واليد فوار ها هو تكريا اوتوماتيك غادي نقول ليه دخل لي الواليد سي دي واليد فوالا دابا راني لداخل في وسطو يعني منين درتها كتبتها بحال هكا يعني لو كان جيتي تشوف بالسوري يعني درتي بحال هكا دابا راني في هاد البلاصه هادي في وسط هاد البلاصه هادي غادي بغيت ندير واحد الدوسي ام كادير غادي نسميها سيدي واليد واحد فوالا ها اسيدي انا هانت غادي تبغي تدخل الواليد واحد هي سي دي واليد واحد يعني راني درت بحال هكا يعني بمود جرافيك بغيت نرجع بحال هكا ما يمكنش في التيرمينال ديرها بحال هكا غادي دير سي دي دو بوان باردون سي دي دو بوان سي دي دو بوان فوالا يعني بحال راني درت بحال هكا راني رجعت غادي ندير ليه ال اس غادي يقول لي راك في واليد واحد هي هادي انا غادي نخرج كاع لبرا خصني نخرج لبرا نمشي لدوكيمون كاع غادي ندير ليه فراني دابا غادي ندير بي دبليو في دي راني عاد في واليد غادي ندير سي دي دو بوان غادي يحطني في دوكيمون غادي ندير ليه ار ام دير ار ام دير غادي نقول ليه واليد ها هو اللي غادي يمشي هنا غادي معيش نلقى راني خطيت واقع شنو كنت سميتو سميتو والد دوكيمون ال اس ندير لو ار ام دير والد ني با فيد
ار ام دي، ما عرفتش. المهم بغيتي تسبريما، مي قبل تسبريما كيفاش؟ ار اس ار ام دي impossible de supprimer Walid, le fichier n'est pas vide. Ah bon, علاش ما بغاش يمسحوا لينا من التيرمينال؟ حيت اش منين دخلنا هنايا لواليد راه كرينا فوسو واحد ريبيرتوار سميتو واليد واحد. دونك شنو غادي ندير؟ سي دي واليد، غادي ندخل له غادي ندير ار ام دي واليد واحد، فوالا ها هو مشى. وغادي نعاود ندير سي دي دو بوان، ها واحد نيف داك دوكيمون غادي ندير له ار اس يطلع لي واليد، ندير له ار ام دي واليد، فوالا هو تمسح. حيتاش ملي كيكون عندك دوسي عامر فوسط الدوسي راه مايمكنلكش تمسحو في لينكس، حيتاش تتمسح تتمسح داك اللي لداخل، حيتاش تقدر تكون المهم هكا دايره السياسه ديالهم عندهم، ماشي بحال ويندوز ملي كتجي تمسح كتمسح كلشي في خطر.